انتبه تقول ولد اختي. انتبه اقول ولد اختي. انتبه تقول ولد اختي. ويا بسان. ها. اللي في البيت ذيلي كلهم ما يقولون ولد اختي. كلهم. كلهم اللي في البيت ما يقولون ولد اختي. قد اعذر من انذر. وعيد اكررها. قد اعذر من انذر. ما حد يقول ولد اختي. ما حد يقول ولد اختي. ليه عادي. انتبه تقولون ولد اختي. ليه. طيب. اللي بيني وبينكم خلاص انا انتهى انا. ليه انا اليوم جاي عشان امي. اللي بيني وبينكم انقطع على العلاقه اللي بيني وبين هالبيت انقطعت انا ذي. أوف. يعني امنيتك ذي تحققت اني ما اجي بيتكم ولا اكل مقادوركم ولا اكل من جذوركم ولا انقص عليكم ولا غيره اتغدى بخار احسن لي ولا مذلاتكم. انا خلاص ذا البيت اللي بيني وبين انت. اوف الكلام هذا حق خوالك تقول. اسمع انا ما عم ضيع تعب سنين يا غير كلمه خوالك. أوه. انا ضيع تعب شقايا وتعب سنيني وتعب يا كل ليله وانا اقول لكم خوالي. لان انتم مع احترامي الشديد يعني لكم انا يعني مع احترامي الشديد معلش انت قدرني مع احترامي الشديد لكم ان انتم خسارة عليكم كلمه خالي. ماما هذا الكلام صحيح خليك صريح. مو بصحيح صحيح مو احنا اخوان امك يعني قصب عليك خوالك. امي رجع لها تبتر اخوانكم ما تبتر اخوانكم. امي لا شيء رجع لها. لكن انا ما بيكم تصيرون خوالك. يعني انا مع تحفظ الشديد وتحفظ الدقيق وتحفظ الشديد. انا الله يسامحك يابا. الله يسامحك يا يابا انك تركت كل عوائل الدنيا وجيت خط منهم. ليش جيت خط منهم انا ما ادري ليش. ليش اخذ منكم انتو شخصيا ليش انا ما ادري ليش اخذركم الا انتو انا ما ادري يوم ليش استعجلت. الله يسامحك يا يوم. الله يسامحك يا يوم. يوم استعجلت وخذت من هالبيت. الله يسامحك. النصيب النصيب. ليش استعجل ابويا. ايش اللي مزعلك. ايش اللي مزعلك انت علمنا. ايش اللي مزعلك انت الحين. اجل انا ادق عليها جوال واقول لها ما شفناش من زمان وتعالي البيت. تقول لي بجلس يمه. انا ما بجوي انا ما بجلس يمه. مو هي هم عرسان جديد قاعدين يعني هم في شهر العسل. وادق عليهم مره ثانيه تعطيني مشغول. كلمته واتساب تقول لي انت ما تفهم انت. ما تفهم انت انا عطيتك مشغول يعني خلاص ما بيرد عليك. يعني توه مخرجها والشهر القريب ذوبها علينا. مو هي راح في شهر العسل خالتك يعني تمنى لها السعادة. ما قالت يا ولدي ولا بتمنى لها السعادة ولا غيره. لا عارفة ولا تعرفني وهذا هي تسمع. انا ما اعرفش ولا تعرفني وما بيني وبين الشيء اللي بيني فين جدا. وين بتشوفيني وين اللي ببرد عليش. اسمعني انت اسمعني. خالتك الحين في شهر العسل. ما خالتي يا. لازم تعذرها انت الحين. ما خالتي يا. لا انت لازم. وعلينا الدفع عنها. دفع عن روحك اول انا حتى اسمه بخالي. حتى انا. حتى اسمه بخالي. حتى انا. ولا كلكم من خوالي ولا هي خالاتي يا اهلي. كلنا. دفع عن نفسك اول بعدين فكر دفع عنهم. لان حتى انت من خوالي. اسمعني طيب اسمعني انت اسمعني انت لازم تعذر. خلاص. اسمعني عادي اسمعني. خلاص. انقطعت العلاقة. انقطعت العلاقة ما بيني وبينك شيء. يلا امشي امشي. طالبك طلبة مهمة تاركها لك وادري انك قدها. تغير. نمشي ذحين لان عاجلين بعدين. طيب اسمعني اسمعني ابيك تغير جو ابو عرب بس تفهمه باسلوبك انت توصل له على موضوع خالته. ابيك توصل له معلومة وانت انسان ان شاء الله انك تعرف يعني باسلوبك. اعرف اغنى. بس ابيك تقنع انا مش ما ابغى منك شيء اكثر من انك انت تغير موده تقول لنا الحياه هذا راح لا لا كفو 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 ابوها وسامع ابو كفو بصلوح. السلام عليكم. هلا ابو عرب حبيبي شلون سلم شو اخبارك ابوي. طيب ايش فيك ابوي ايش فيك متضايق ولا تتضايق وهذه سنة الحياة. صح. يعني مفروض انت تفرح ان خالتك تزوجها. صح. احنا نجيك فرحانين نقول لك هنيالك على زواج خالتك. صح. وعقبالك والله يوفقك يفرح وضحك. ما لحظتك دخلت موضوع عالية. اوه. ما لحظتك دخلت موضوع عالية. صح. صح. ده شيء عيب وابو المعيب. مفروض انت اللي تعلمي اليوم ولا عندك اليوم. صح. صح. صح انت الثاني اللي صح صح. انا قاعد انصحك اقول لك يا حبيبي ان لا تتضايق وهذه الامور. تنصحي بس ما تنصحي في المواضيع العائليه.
صح اللي صح انت بعد صح حبيبي. انا اقول لك يعني انه لا تتضايق وهذه سنه الحياه وهذا اللي انا ابن سنه الحياه بس موضوع عائلي ليش تدخل فيه؟ صح علمني وفهمني ليش تدخلت فيه بالاساس؟ عساك ما شفت خالتك وعسى خالتك ما شافتك زين حبيبي فتكلمت كذا خلتني ما تنفع صح راح انا بروح السياره يلا